يلا يا بنات هلأ تتأخروا. تعركبي إدا. ما بدي. لساتك معصبة مني؟ وما رح أنسى اللي صار ابنه. معناها ليش بدك تروحي معنا؟ أكيد مو جاي مشانك. الله يكون معكم. سيد علي شبك، إذا بقيت عم تسوق بهي السرعة ممكن يصير معنا حادث فجأة. عفوا قلتي شي؟ لأني ما سمعت. بتعرفوا شغلة؟ يمكن اللي صار كان أحسن إله، ولا شو رأيكم؟ كل ما يحتاجك رح يلاقيكي جنبه، عن جد صلاح كتير محظوظ. بس عم يرهس؟ بالحقيقة هالرحلة إلى سبب تاني كمان. بس حاولوا إنكم ما تحسسوا صلاح بشي. عبير ما بتعرف بالموضوع. خدي عبير اسمعي، هدول فرقة جديدة، أعطيني رأيك فيهم. يا بنات صلاح بحاجة لدعم كتير كبير، ضروري إنه ننتبه عليه. فعلا، لأنه من واجبنا نوقف جنبه، والأهم ما يحس إنه نحن عم نعمل هيك مشانه. اتفقنا؟ إيه صح، لأنه ممكن يتضايق، ما أساسا هو صاير حساس. فعلا يا بنات، أنا برأيي ما لازم نترك صلاح لحاله. أنا حكيت مع عمه أحمد يشيل كل شي سكاكين من البيت، دائما لازم يكون موجود حدا فوق رأسه ليراقبه. برأيي هالشي بتوقف عليكي مو علينا، بيحب يقضي الوقت معك انت اكتر من الكل. ايه وانا وانت منتسلى سوا مو هيك؟ انت ركز على الطريق.